فين السكر؟ فين الصابون؟ فين الزيت؟ عطيان حددنا الاسعاف يا جماعه، اسعاف بسرعه، اتعذبوها كده. الاستاذ عبده ده موعيده زي الساعه. اطلب الاسعاف من عندك يا حاج، في واحده فطست من الزحمه. فطست؟ تعالى ورايا نشوف فيه ايه. اوعى انت عطيات. مرات الأستاذ عبد بسوق. مين؟ ايه؟ مش كنت تقول لنا يا أستاذ إن مدام عطيات جاية معاك الشهر العقاري؟ يلا يا جماعة كل واحد يروح يشوف شغله على ما تيجي الإسعاف. يلا 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 اتفضل. تعالي يا ست، تعالي تعالي يا ست اتفضلي. اتولى حياتي اتولى حياتي. ازاي يا استاذ عبده؟ ده مدام عطيات جايه تعمل دعوه صحه توقيع على عقد الجواز العرفي اللي بينك وبينها. ما هو ده الدليل اللي هيدخلك السجن انت وهي يا استاذ. حاج صالح، من فضلك تحافظ على الاستاذ المحامي ده والست اللي كانت معاه، واطلب لي البوليس حالا. الكلام ده كان زمان يا دكتور سيد، ايام ما كنا لسه طلبه في الجامعه. واظن ان انت ياما سالتني بعد كده وانا قلت لك ان احنا خلاص اتطلقنا. اتطلقتوا ازاي بس وهي جايه مع المحامي بتاعها عشان تعمل صحه توقيع على العقد؟ دي ست نصابه، والمحامي اللي هي جايباه راخر نصاب، والاتنين جايين ينتقموا. ينتقموا؟ تبقى اكيد عملت فيهم حاجه جامده قوي. لان اللي ما تعرفيهوش انت والدكتور سيد ان الست دي كانت متجوزه النوري بتاع توظيف الاموال، والدنيا كلها عارفه الكلام ده. وكويس قوي قوي انهم عملوا اثبات تاريخ، لانها بالشكل ده المفروض هتبقى كانت متجوزاني في نفس الوقت اللي متجوزه فيه النوري بتاع توظيف الاموال. يعني جمعت بين زوجين، والمحامي عمل لها ده وهو عارف. يعني هما الاتنين داخلين السجن، داخلين وداخلينه.
وبعدين احنا مش جايين هنا علشان نتكلم في مشكلة عطيات. اتجوزت مين واتطلقت من مين؟ ابعتوا بقى شوفوا لنا الاستاذ صالح. الاستاذ عبده دسوقي يا حضره الضابط راجل فاضل. قدم لي بلاغ رسمي باعتباري رئيس مكتب التوثيق هنا بيتهم فيه الاستاذ عبد الحليم المحامي بالتزوير. يا حضره الضابط الاتهام ده باطل، وكفايه ان هم حبسوني في الاوضه دي وما خلونيش اروح مع موكله المستشفى رغم ان حالتها خطره. وانت هتروح معاه المستشفى ليه يا متر وانت متهم بقضيه تزوير مع انك محامي والمفروض انك فاهم القانون كويس قوي؟ وعشان انا فاهم القانون كويس انا مش هتنازل عن حقي. حقك ايه اللي مش هتتنازل عنه يا متر؟ وانت عارف زي ما احنا كلنا عارفين ان الست عطيات كانت متجوزه الحاج نور بتاع توظيف الاموال رحمه الله عليه بقى، والتوقيع اللي معاك في العقد ده وعايز تثبته كان قبل جوازها من الحاج نور. عطيات عمرها ما اتجوزت الحاج نور ده. اتفضل اسمع يا حضرة الضابط بقى، ده كلام ناس عاقلين؟ طب دي كانت كل يوم والتاني بتطلع معاه في التلفزيون في الاعلانات وهم بيسلموا الجوائز اللي عاملينها للناس، اشي فلوس واشي شقق واشي عربيات، ايه كانت عايشة معاه في الحرام؟ انا مسؤول عن كل الكلام اللي انا قلته. عطيات ما اتجوزتش غير الاستاذ عبده دسوقي، والكلام ده كان بالاتفاق معاه. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش استعداد اسمع كلام المجانين ده. عن اذنك يا حضره الضابط انا عندي شغل مهم، وانا مضطر اخد حضرتك معايا على القسم نكمل المحضر، وهناك نحاول الموضوع كله على النيابه.